كل مره في الغبره صحيح كنتي مره صراحه السلام عليكم بعدا لاباس عليك انا سلام تغلب فرز دار كيفاش كدير الوصفات انا ياك جينا انا وتيتش من الحمام كتعشى راه بغينا نتعشى وعليكم المشاهدين ديالي الاعزاء كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي واليوم جيناكم واحد الفيديو جديد 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 تبارك الله وصلى على النبي ديال شحال هادي الصراحه الضحكه ما داروا ولكن انا غادي نفكر لكم الايام اللي كندازو شحال هادي المهم المتتبعين اليوم فيديو مع المشاهدين ماما ديالك غادي توري اليوم شنو دايره المهم الفيديو مازال طويل الفيديو مازال طويل والمهم نوريكم شي حاجه اللي كانوا الناس ناسيينها دابا ما بقاوش يذكروها ما كيهضروش يذكروها وانا غادي نشارك معكم المشاهدين ديالي الاعزاء وهاد سيدي راه الحبيب اللي الحبيبه ديالي الغزاله ديالي اييه راه كاين معنا كنتو كتشوفوا تيتيش ديالي مشات للامتحان وتشهد الحريره مشينا بجوج المتتبعين مع العلم راني غير صبغتها انا شي نص ساعه هاد باش خرجت وصبغتها جيت وهي تشهد الحريره وجيت قلتها لماما قلت لماما ضروري غديري لنا الحريره ان شاء الله يا ربي راه ماما كتقد فيها نيت دابا ياك ماما غتشاركي معاهم الحريره ديالك معكم كلشي يا وليدات ان شاء الله يا ربي الحريره ديالنا وغادي نشارك معكم واحد الوصفه المهم انا متتبعين واحد الوصفه شاهدين ديالي الحريره راه طيبتها غادي نهز نوريها لكم هي الحريره ديالي ها بقينا غير شي شويه الربيع ونكملها الطياب الطيب كلشي العظيمه ديالنا والحينه كيعطيو ماما البنه ياك كيعطيو البنه كيعجبوني راه تيجيو زوينين كيتوقوا داك المخ ايوا والشميعه ديالنا اش غنقول لكم المشاهدين حتى نشاركوا معكم داكشي اللي كان ان شاء الله هذه الوصفه ماما هذه الوصفه مع المعلمه المتتبعين حتى راه ماما كديرها من شحال هذه كديرها لينا واش غنقول لكم صراحه الله كلشي الناس كيديروها وهاد اللي في هذا الاخر الا كانوا كيديروها هاك تنسات ماما شي شويه ياكي بحال الا تنسات شي شويه تنسات شي شويه وفعلا يديروها في الديور وين ما يقدوش يقولوا الناس راه كنديروها تقول لك هي درت هذه هي درت هذه يا الحبيب الغزال هزيتو بظهري عزيز وغالي ندير الحريره لماما انا وولدي اييه سمعتيني راه كيونس كماما ديما كيونسني صراحه الحبيب ديال الشغل تاع كيقول لي ديك تاع وكتزيد فيا العمر اييه صراحه ريان عزيز وغالي والله العظيم والعقبه الوليدات ان شاء الله المسلمين يفرحوا بهم ويهزوهم ويديروا بحال ان شاء الله يا ربي هذه صراحه الله ملي كنشوف وليدات وليداتي كيضحكوا معايا اش غنقول لكم والله المشاهدين ديالي الا كيزيد فيا داكشي اللي كاين ماما عزازين عليها الحفاد ديالها هي الربيع ديالنا غادي نلوحوه هو اللي بقى ليا هادشي ويلي 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 شليل ديال الغام ماشي مشكل ماما الوصفه ديالك واقيله شتا بدات تتغلي ها اش هادشي كاين هنا المهم المتتبعين كونوا في الموعد وما تفلتوا حتى شي لقطه الوصفه ديال ميامنا اللي ناجحه 100% ياك اش غنقول لكم المشاهدين بلاتي نزيدها واحد اللمسه واحد انتم المشاهدين ها هذا ماما الشمع بعدا الشمع الشمع وكندوبوه مع الزيت اسكتي اسكتي انا غادي نسكت حتى تشوفوا حتى تجي زيت ان شاء الله نديرو باش يعطيو ديك الرويحه زوينه كلشي تبارك الله وداك الشيء المهم ما تفلتوا حتى شي لقطه المتتبعين باش تشوفوا السر اللي عند ميامنا ياكي المهم انا باش شي حاجه قديمه صراحه نشاركوها مع المشاهدين ومي ديالي كامل اهلا وسهلا لا المرأة المغربية بصحة وراحة المرأة المغربية كتدي معاها السطل والله العظيم ويلي يا تيتيش هانتوما المتتبعين السطل والسطل و راني جبت انا عاد معايا السطل جبتي اختي السطل وجبتي عاد الكرسي الاخر اييه غادي حنايا غادي اجي بعدا نقول شي تحية للمتتبعين تحية للمتتبعين كبيرة كيجيت قالت لي ميما غادي نشدك وانت جايه قلت لها ويلي مالنا خلينا غير ندخل نردو غير نروح والله الا سخفانه
انا مجدي لك داكشي اللي كيعجبك. والله الا دابا خدمت دابا عاد غير نقول تحيه. المهم راه درنا حنا يخلص اتيتي تيتي والله اختي الا جبتيها حساب والله الا جاني شي جوع ويلي 70 ديال الموت والله الا الحمام كيدير الجوع. حنا فين ما كانوا تحيه لكم كبيره ونهار كبير هذا اللي كنتصادف معكم وكنتشوف معكم والحمد لله يا ربي عبر الكومنتات ديالكم كتزاد القوه ديالكم والله الا استمتعتي تشوف القوه اللي غزاله منكم وبصراحه الله والله الا ديما ديما الجديد كاين معكم ضروري اسيتي ديما الجديد ويلا بصحه كي جيناك بالعكس بصحه وراحه تصحيك يكون خير جا معاك الحمام والله الا انتما تتشرا درات حياتي هذيك ياك حساب ديال الشيء ديال العربيه هو ضروري لا عادي لا لا وانا ما جابش لا تيتي ابدا والله الا ماما جات واللي شافني ويلي ويلي ديك ديك الكتمه ديالو كتشعل الضو مسكين ويا ويا تفني الخامس بغاك ناكل ناكل لا 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 ماما لا ماما والله الا مع دخله مسكين شافني بقى كيغوت عليا والله تحيه لخوتنا الجزائريه هي تحيه اليوم كبيره صراحه الله كيجيب بزاف ديال الكومونتير لي كومونتير تاعنا فاش نقراو نتلقاو صح يعني كيقدموا لنا احر يعني كيما كنقولوا واحد الكلمات اللي هي غزاله كتجينا من عندهم تحيه لهم كبيره وتيتيش كتبغيكم كما كتبغوني كنحماق عليكم دائما ودائما غادي نقدم لكم غير الجديد والحاجات اللي هي في يعني في مستوى ان شاء الله يا ربي شميت الحريره وراني قلت لك غنمشي نقول ماما ديرها عاد كملي بالاخر والله الا بالصحه وراحه بان عليك الحمام تسخسخنا ياكي والله الا فكينا عظيماتنا الحمام المغربي معطى يا اختي وحق الله صراحه زوين خاصنا نعطيو والله الا نمبر 1 صراحه هذا الحمام هذا خاصنا نعطيو والله الا نعطيو شي كادو كبير على هذا صراحه الله والله الا الحمام المغربي كما كتعرف شي حاجه اللي زوينه المراه المغربيه ملي كتشري الحمام كترجع كتبغي تلقى غير الصينيه قدامها بحال والله الا وترتاح ترتاح حيت شعتي تما راه وحنا كنتعطلوا صراحه الله المتابعين ديال كما كنقولوا الحمد لله العالميه الثالثه والله الا الحمام كرد 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 والله الا والله الا ومازال ان شاء الله نشارك مع المتتبعين ديالي قبل الحمام يعني هذا روتين بعد الحمام اللي غنشاركوا معكم دابا ان شاء الله ولكن مازال تجيش نشاركوا معهم الروتين اللي قبل الحمام دوك الروتين اللي قبل الحمام وغنشارك مع البنات شي وصفات ليهم بصح لا للشعر لا للصحه تجيش عندها وصفات اللي غزالين والله العظيم سورتو للشعر والتبييض الجسم وصفات اللي كديريها وتمشي للحمام وكتخرجي والزيت المعجزه اللي عندك في الدار الزيت المعجزه الله عامين والله الا غير قبيله كنا كنهضروا عليها اللي طولت عندي تيتيش تبارك الله تيشعرها راه كان طويل بزاف وقطعاته قطعته اختي غير وبالزربه سبحان الله كيطول ليها تبارك الله كتعرفي ملي كتكون كتردعي وعندك البيبي واخا هكاك عرفتي اللي غاصين بالزربه تي 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 اي الحمد لله الحمد لله من عند الله وفضل الوصفه ديالك فضل الوصفه ديالي ورضات الوالدين داكشي اللي كاين حبيبتي صراحه احسن حاجه درتي لنا هي الزميطه ولكن المعلقه ما كاينش داكشي ديال المغاربه انا كل وكي قلت لكم البنات على حساب الزميطه انا فوق ما جيت عند الوالده ديالي مسكينه كتحط لي الزميطه وتاي كتقولي كولي فيها مزيان راه غتنفعك على الحليب صراحه والله زوينه وكتجي راه فيها الحليب تبارك الله الحمد لله الحمد لله والله الا هذه نعمه من عند الله الحمد لله ان شاء الله نختم الريان ديالي عامين ديال الرضاعه ان شاء الله احسن حاجه والله ما كاين ما احسن من الحليب ديال الام ساعدني فيها وكتب لي ان شاء الله يعني نكملها وبقى فيا الحليب مزيان انا غادي نكمل ان شاء الله الرضاعه لولدي طبيعية خرجوا الدراري ذكيين بصح خرجوا حنان بزاف د الفوائد فيها حنان والله الا كيخرجوا حنان الامهات ديالهم بصح يعني ماشي انا كنعمم ماشي اصلا ياك يقولوها لي ياك ماما ياك صح والله الا على العرق حتى ماما فيها الحليب حتى ماما شفناها الحمد لله والله الا وليداتنا تا اختي مسكينه كترضع وليداتها هكا عامين وان شاء الله تا انا نتمنى نرضع وليداتي ان شاء الله يا ربي وخلينا ناكل يلاه كل المجال يلاه تشرب فيها المود ديال الجوع وكما كتشوفوا
كتشوفوا معنا المتتبعين سوينية ديال مويا من عاية مزينة بالورود وخدمة تالية. صراحة كاين فيها شي حوايج روميين وشي حوايج بلدية. تي ديما مخلطة ما بين الرومي والبلدي. وما عمرها كتشوفها الحاجة البلدية الأصيلة العريقة. يلا بالصحة والراحة. يا ماما نروح الحبيب بغى يشارك معنا حتى هو في هذا لا فيديو. يلا هاك هادي ها وريضه ولدي انت الوريضه هادي. يلا تيتي ماما حدايا. يلا الفيديو ديالنا راه كما شفتوا ماما دوبات هنايا الشمع ودارت فيه الزيت. اها الشمع والزيت غير شويه والريحه دارت فيها هاد الريحه هادي. ها نتوما اي ريحه عندك كتستعمليها ديرك اي ريحه كتستعمليها وكتعجبك ديريها في هذاك يعني في هذا المرطب هذا. هذا هو المرطب اللي كانوا كيديروا واحد لابغيونس فيها تيتش واحد كيطلع واعر. هذا هو المرطب اللي كانوا كيديروا الناس ديال زمان. يا زمان باش نقول لكم ما يقدروش تيتش ما يقدروش تيتش يزيدوا يديروا له شي ملوين ولا هكا شي ملوينه ماما انت اختي تزيدي فيه العكرفاسي. ديري فيه اللي بغيتي اللي بان لك ديري فيه العكرفاسي زوين. صراحة راه غتدي انا طاسي راه مجدين الطيسان المتتبعين داك الشيء امام الملا. ها نتوما غتعمروا لي انا الطاسه الكبيره وديوها الصغار. تيتي اختاري اختاري او هادي الدهنه ديال ميه من العجيبه المتتبعين. اش كيقولوا واحد ليك واحد لي عزيز عليك. والله الا حنا ديما كيبقاو هادي على هاد الدهنه هادي. هاداش غنقول لكم المتتبعين ديالنا العزاف الدهنه الغاليه على ميه منا غاليه 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 بزاف صراحه قديمه ديك الدهينه. هاد الدهينه قديمه قديمه. المهم داكشي اللي قريت لكم هبطنا هبطنا ماما غير بها. وبصراحه فاش قريت دوك المكونات ديالها تيتاش ما لقيت حتى شي مكون اللي خايب. وكما قلت لكم هادي الدهنه العجيبه باش ربطنا الميمه ديالنا الحمد لله يا ربي. وكانت فينا دائما واحد الريحه ويلي ماما وانتي فاشش زلعتي الحفله معليش دابا غادي انا بدي كنمشي هزا لا لا غنمشي هزا ماشي دابا خصها غير تجمد غير تجمد المشاهدين وشوف ها انتم راه كتجمد بصح ها انتم غادي هذيك حيت بارده غادي ندير واحد الجهه بعدا راه جمدات هنا شوفي ها انت هي فوق سميتها ها هي عطات هيا عطات سميتو هنا ها نتوما المتتبعين غادي ندير على يدي وغنطبقها وتشوفوا كتلمع اليد كتلمع شوف بناتي ندهنا مزيان غير هي ميما اختي ما خصكيش تخرجي الاشعه بزاف اييه هانتي شتو شتو على بغيوس انا المتتبعين الريحه ديال الدهنه يعني هادي الريحه ديال الريحه ماشي ريحه الشمع ديك الريحه كتخلي الريحه د الشمع تغبر أيه. والريحه الاخرى حتى هي كتغبر والله صراحه تحيه للامهات ديال زمان ديك ما يديها وهاد الشوشو هادي هاد كتلمع ماما شوفي على اسم عندها مي مختي شوشو وشوفوا اقسموا بالله المتتبعين شروا على حساباتكم رخيصه وغتكون عند بعض يعني اللي كيبيعوا هادشي هذا يعني الناس اللي هما عندهم والصراحه المكونات ديالها ما فيها حتى شي مكون اللي خايب فيها الفيتامين وخليكم انا غير شوفوا باش الا بغاو يسكرينيوها بقاي هكا كتشوفي شوشو شوشو العجيبه شوشو يا حبيبي شوشو صافي ومرا فيها بنين الريحه ديالها هاك والله الا مرطب غزال ها ما تعطي لها 10 على 20 لا لا كيخليوها الشمع تولي ويديك بحال الشمعة يلا وعمرينا ماما قدام المشاهدين ديالنا مرحبا بك واحد معطي واحد ها انت ماما اختي ماما وجدة طويسات ها ها والله الا انت كتجي ساهله ف بسم الله شوف انتم المتابعين والله الا عينتها مسكينه حتى هذاك ابي تعطي لا كوم يا لا شوي عندك ماما بسم الله بسم الله بسم الله وربي ماشي الخير هذا عرفتي المتتبعين الا خرجتو من الحمام ودرتوها في رجليكم ودرتو التقاشر انا عرفت باش كنستعمل هادي اختي حيت كنكون كنغسل الماعن كتعجبني تبقى في الكوزينه يعني تكملي وديريها ادهنوا منها البنات اللي غسلات الماعن عندها يديها بصح عمليه وزوينه اليدين
ومخاص غير الشمس ما تقيسكش. هادي كنأكد عليها حيت الشمس. حتى البنات اللي جالسين في الدار وما كيخدموا والو. كنكسر الدار كتهني رجلات كيبقاو مقيقين وزوينين. ورطبين. وان شاء الله راه ديرونجاني ريان. والله إلا ريان ريان ولا كيتمشى دابا. كيتمشى غير سكتي. والله إلا مزيان ها شكرا. خرجت كمية تبارك الله. شوفوا انتم المشاهدين ها. خرجت ثلاثة ديال الطاسات. أربعة. أربعة تيجي. أربعة. عندك هادي حيت سخونة على الطبلة هذه هانتوما صراحة الله والله إلا زوينة واحد الوصفة اللي عملية نتمنى البنات إن شاء الله يجربوها حتى لو مبغيتيش تستعمليها في يدك أنا كنأكد عليك الوجه ما تستعمليها بصح غير اليدين والرجلة ديال اليدين والرجلات كيبقاو الدين الأكواع عرفتي شنو اللي بغاو يديروها في الأكواع نعم الاكواع هكا بحال الركبه و الكود ديال يعني المناطق اللي كتكون فيهم يعني راه ميته بزاف صح هذيك البلاصه هي كترطبها يعني كتحط واحد اللمعه زوين وحق الله العظيم كتشوفوا معنا هنايا كاينه نيفيا حتى نيفيا زوين دابا جيتيش من بعد الحمام حنا راه مشينا الحمام اختي انا جيت من الحمام الحمد لله وكنستعمل هاد نيفيا هادي نتوما بلاتي نوريكم المهم تيتيش كتجيب لكم غير داكشي اللي رخيص داكشي اللي رخيص واللي هو عملي انا ما غاديش نمشي شي برودوي اللي غالي وما يكونش استطاعه ديال واحد اخر انه يشوف الفيديو وغادي يلقى داك برودوي بلي غالي ما غيقدرش عليه يعني غير شي برودوي اللي هو رخيص وكتاكدي من المكونات زوين هذا راه ديال واقيلا الكوكو ولا هذا ديال الكوكو ديما كتقراي على اي حاجه خديتها واخا رخيصه نصيحة تخلي لجوجل وقلبي عليها في جوجل ضروري هادي واش كيعطيني الحبيب كتبيع لنا حتى حاجة حتى حاجة حتى حاجة غير سولي على راسك وتلقاي كلشي والله العظيم وهنا نيفيا العجيبة اللي كتحط نيفيا ديما شي دار انا دي نيفيا اللي كتحمق ضروري مور الحمامات وانايا لا مارك ديال نيفيا اختي أميمة يعني كنعطيها واحد شابو والله إلا كنعترف بها واحد يعني لا من المرطب الوجه اللي كديرو تيتي لا نيفيا واعرة واعرة حتى لي جيل دوش وداكشي ديالها كلشي ديالها بزاف وهادي ديال الرجيلات هادي ديال باليا معروفه للمتتبعين هادي كترطب بزاف بزاف رجليك ما عمرهم يتشقوا لك ولا تشوفي فيهم داك ديك الحروشيه بصح ديال لي بيبي صغار صافي هيا بغاها راهي ما بغيتش طال هاكو هاكو المشاهدين هاكو لا ده ولدي وهنا غادي نستعملوا هادشي كامل غادي نطيروهم هنايا ان شاء الله نستعملوا هادشي الشعيرات ديالي وخليكم معنا تشوفوا شنو غندير في شعري يلا وبقيتوني المتتبعين خدامه داكشي اللي طاح من هذيك سميتها صراحه هاد الوصفه والله الا عامليه بزاف اختي اميمه تكون في الكوزينه يعني كتعرفوا البرودويات ديال يعني ديال النظافه كتخرج بحال جافيل واتشي انا ما نقدرش نستعمل ليغات فاش كنكون في الكوزينه كيجيوني معفونين خصي يديك اللحم يقيس الدجاج خاصكي الدجاج والجيكس وكلشي تقيسي بيداتك ولكن رغم كلشي هاد المعاناه ديما يديك يبانو انيقين ديما يديك يبانو نقيقين ديما يديك تهلاي فيهم حيت حتى البنت ملي كتكوني كتهلا في راسها حتى اليدين راه عندهم واحد يعني واحد المكانه واحد الدور حتى هما كيديوه كتخرجي شي عراضه كتخرجي كيديك ديما مؤثرين كتلبسي شي خواتم كيجي داكشي انا البنات كنبغيو الحمد لله نكونوا ديما انيقات داكشي اللي هنايا واحد السبراي اللي كنديرو للصحه ديالي ايوا حتى هو غتلقاوه رخيص حتى هو هذا ديال زوين صراحه عندي بزاف ديال السبراي اللي كنستعملهم كاينه ديك وهذا كنت عطيت منه لختي اميمه ولا ما كتعجبتهاش ولا المتتبعين عندي بصراحه بزاف منهم هذيك ديال اللي في الكلمه ديالها السكريت نسيتها كديرو تيتيش بزاف راه داروا بزاف ديال اليوتيوبرز في فاش في الروتينات ديالهم معقلت اختي معقلت السميه ديالو راه كاين انت تيتيش البنات زوين ورخيص المهم انا كنستعمل والله الا كنستعمل بزاف هذا تيتيش كديريه مورا المرطب ديال الصحه مور المرطب كترشيه على الزيت راه هكا باش كتبقى الريحه في الجسم ديالك نقيقيه وكتبقاي يعني كتضوي وريحتك زوينه وعطيره الطهاره ديالك غزاله صح النظافه من الايمان النظافه من الايمان وكدير الريحه ديالك وكتخليها يعني كتلبسي حويجات كنقيقين وبيجاما وشي حاجه زوينه بيجاما نقيه شال يكون قادد كتباني بحال اللي عروسه في دارك الحمد لله يا ربي وهنا عندنا ثلاثه ديال المكونات اميمة اختي ديال الشعر غادي نخليهم ان شاء الله نتليهم باش نوريكم الطريقه اللي كنخلي بها شعري زوين دائما كيبقى يعني مسرح
والتسريحه اللي ولفت لنا ماما من الصغر ديالنا وكتطول شعر البنات كتطور بواحد الطريقه اللي هي عجيبه. وان شاء الله تيتي غنجيبكم غير الوصفات الساهله مازال ان شاء الله تشاركي معاهم والكومونتات ديالكم هما اللي كيشجعوني بحال هكا. لقى الفيديو الاخر اقبال كبير صراحه من المتابعين يعني واحد العدد المشاهدات زويون و حتى هما بغاو داكشي والكومونتات كلشي كيقول لي هادشي اللي كتقدمي لنا اختي تيتيش حنا محتاجين له البنات بزاف بصح والله الا يدي لك كنحسبهم دابا الطبيل لواحد الدرجه اختي. هانت شوف راه كتخلي واحد اللمعه وكتحسي بها مرطبين وحنايا في الدار الا كنشقاو بزاف يعني الدرك على يدينا خزو كيخلي واحد سميتو القوق انا كنقيه ما كنحبش القوق حتى انت هو بصح القوق والخرشف الخرشف حتى هو كيخلي واحد سميتو في اليدين. المهم غنجمعوا هاد الروينه هادي وغنخليو هاد الشميعات ديالنا ان شاء الله. هما مشاو مشاو كيبردو شوفوا المتتبعين غنخليهم ان شاء الله يبردوا يلا خليكم معنا تبرد يلا وغنشوف المكونات ديالنا ديال الشعر ان شاء الله. يلا اهلا اهلا تديري المصاحبه ديالنا تقول المراه في الغبره صحيح كدير المصاحبه. السلام عليكم بعدا لاباس عليك انا صافي دخل الفرز دار كيفاش كدير الوصفات انا ياك جينا انا وتيتيش من الحمام شنو قالك كتعشى اه راه بغيتي تعشى والله الا راه كاينه الحريره هدى قالك تسمع جوج ولدي قالك ماما حنا كنتعشاو غنعشى والله يا سيدي راني كنتي كنوجد واحد الوصفه والله الا قلبتيها وصفات شوف واحد الوصفه اللي هي قديمه وعمليه هذه بعدا كتحماق عليها تيتي ويلي ويلي كما كتشوفوا معنا المتتبعين انا دابا بحكم كندير الدره ما نشوفكم بيكم يعني الشعر ديالي غادي ان شاء الله نطبق هادشي كامل في الشعر ديال اختي اميمه كما كتشوفوا معنا شعرها. يلا جينا من الحمام باقي بازك باك تبارك الله ما شاء الله عليها هذا الشعر زاد ما شاء الله الا كلنا شعرنا تبارك الله زوين شابين في مامانا وكنتهلاو فيه الله يخليها لكم اختي تيتي. وهنايا كما قلت لكم عندنا ثلاثه ديال المكونات اللي غادي نستعمل في هذا يعني في هذا الباتشا كما كنقولوا لها حنايا هاد اللعبه هادي كانت كديرها لنا ماما ملي كنا باقيين صغار. هذا اميمه اختي قولي لهم شنو كنستعملوا فيه وحتى المتتبعين ديال هذا ديال لوغيال كنصحكم به كاينين بزاف ديال لي مارك كاينين ديال الالترا دو كاين. المهم هذا باش زوين الفعاليه ديالو كي دابا لي بوينت فاش كيكونوا فيهم دوك جوج ريوس ومتقصفين ومجلوكين ومضرورين هذا كديريه غير في لي بوينت غير من التحت تيعالجهم وتيحافظ عليهم وتيحمي من الحراره مكتوبه فيه كيحمي من الحراره حتى واقيلا شي 200 درجه ولا المهم هي 190 درجه 180 ها هو. المهم زوين المتتبعين انا كنديرو وكنخلط معاه هاد السيروم ديال افو حتى هذا هي اللي كومونداتو ليا والله الا حتى تيتيش راه كتستعمل هي كتكوموند من جهه كتبحث وانا كنبحث من جهه. المتتبعين انا كنصحكم بهذا هذا زوين فيك ريحه الحنه كتحمق يا ما شاء الله عرفتي واحد ريحه الحنه والنوار داك عود النوار كيعطي واحد اللون كيطلع زوينه تيتيش كيطلع غزاله. هانتو يا اختي هدى راه اختي هدى جات في الاخر مسكينه وحصلنا فيها الكاميرا السوايع الاضافيه السوايع الاضافيه وجينا مسكينه عطيناها باش تصور لينا اختي تيتيش شبه مالهاش شبه اللوين ما شاء الله باقي باين شفا اختي هدى وغيعطي واحد اللوين زوين ما شاء الله راه باين 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 راه كانت كدير واحد الصباغه في الاحمر طبيعي طبيعيه كتعطيني اكاجو مازال تشربوها معاها ان شاء الله اختي اميمه يمكن بالرمله بالقشوطه الرمان ايوا وصفه خطيره طويله طويله بزاف المكونات ولكن كتطلع غزاله وكما قلت لكم اختي غندير لها شويه هذا يعني غير لي بوانت باش ما يبقاوش خصوص السيروم كينغطي لينا دوك لي بوانت ما نقطعش شتيتيش كاين واحد السيروم المتتبعين حتى هو الانسف ثمن مناسب راه قهوي فيه 7 ديال الزيوت تقدروا تاخذوا حتى هو زوين ورائع للشعر واعر هادو جوج ديال لي سيروم تقدروا تاخذوهم زوينين ايوا هذا ناخذ واحد شوفوا الباتشا تيتيش كي غادي تطلع غادي ناخذ واحد الكميه صغيره اختي هدى وغادي غير هنايا فهاد لي بوانت باش يكونوا رطبين حيت الشعر ملي كتكوني دايره الحنه بعد الحنه اول تنشف حاجه تنشف الشعر خاصك مورا الحنه ضروري يعني تهلاي شعرك من بعد ما غادي درت لها هاد اللعبه هادي ديال السيف
كترطب لينا وكتهيدراتي لينا دوك دوك الريوس مكيبقاوش فيهم جوج يعني مشاكين كما كنقولوا. دابا ان شاء الله غندير لها هذا السيروم خصني نخربق داك الناس. يمكن اميمه بنتي ديال والله الا انا في خبرك اللي كيخرب غير بشهر كيجيب لي الناس وعي سمحي لي اختي. لا لا ما كاينش شي مشكل بالعكس تهلاي فيا ياك طلع الشهر زوين. لا ان شاء الله غنتهلا فيك. ودابا غنبدا نمشط البنات وغادي نخلي اميمه اختي تشرح لكم حيت هي ديجا استعملت فوق كابيل حيت انا ما يمكنليش نستعملو حيت كان الضغط حتى نكمل الرضاعه ديالي ان شاء الله عاد نبدا فيه. وانا ان شاء الله غنوريكم واحد المكون اللي هو كثار من هذا. يلا نوريو ماي ماي هذا بعدا. المهم انا متتبعين هذا فاش كان شعري طويل كنت انا كنستعملو قبل ما تقطعو ليا ماما. المهم الصراحه غزال الشعر البنات اللي كيشوفو راسهم ما كياكلوش مزيان والشعر ديالهم كيطيح ولا ما كيطوالش ولا نصحكم بهذا هذا المكمل الغذائي ولا مكمل اخر اللي سميتو بيرفكتيل. حتى هو غزال هاد الجوج هادو واعرين للشعر صراحه واعرين 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 كثير غزال واعر صراحه الله تيشغي مع الرضاعه ما حتى هي راه ما نشرش النتيجه الصراحه عجبات هذيك 3 شهور قبل ما نقطع الشعر عجبتني عجبات الصراحه الله وكيعطي حتى واحد الكلال للوجه. راه مكتوبه فيه كاينه فيه زعما الاظفار والوجه والشعر كيعطي واحد النظاره للوجه. الطفاركه اللي كتبغيها كتربي ولا داكشي المهم كيكون الطفارقه صحيح. انا من داك النوع ما كيكبروليش الطفيرات سبحان الله العظيم. الطفيرات ديالي على مدات كيكبروا ليا. دابا كيما شفتوا الباتشه ديال ميمه هكا ربي بعدا هو دابا شيشوفوا البنات هكا كتشي اختي. هذا كنكون مشطو الشعر خصو يكون ديما مشوط يكون ديما مشوط والشعر غادي اتجاه واحد وما يكونش يعني مشكرد كما كتشوفوا باش فاش ينشف 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 على طريقه وحده. دابا اميمه اختي غندير لها على هذا الاتجاه وملي تنشف لها غتعاود تقلبها تقلبها باش ما يكونش الشعر متدرج فيه واحد الدريجات. صراحه والله الا كنت كديرها لنا ماما فاش كنا صغار غيصبح العيد وكدينا الحمام صح. بلا ديك الشوشوا وداكشي والله الا كديرها لنا الليله ديال العيد كنصبحوا طارقين الشعورات وطوالين عرفتي ومجبدين المهم ما شاء الله كيطلع الشعر كيحمق. حتى البنات اللي كيبغيو يبوكليو شعرهم كلشي دابا راه غير بلا حراره متتبعين والله العظيم ماشي ضروري دوك الاستشوارات داكشي مره مره فشي مناسبه الا مضطره وعندك شي عارف ما شاء الله. اميمه بلا ما تتصايب شعرها ما شاء الله تيحمقني ما شاء الله عندك الزغبه زوينه ما شاء الله. لا تا واحد الايام كنت كنقد كنبلاك انت تيش واحد الايام صراحه حيتوليا والله لا لا بلاك خايب بلاك فاش يكون متتبيع في الدار واخا يكون الشعر طب تتقولي سبحان الله الشيطان تيبليك تتقولي نمشي نجبد غير شويه غير هاد الكسيسه تبقيت مجبداه كامل صافي قالت لي شتي شاري داك البلاك والله الا خزنات والله الا خزنات احسن والله ما بقيت رجعي عندي شي خزنات وتيتي قالت لي هي تصايبي بالشيشون ما تصايبيش بالبلاك لا لا دابا ما بقيتش كنصايب حتى شي حاجه حيت قالت لي والله ما تصايبي لا لا ما عندهاش علاش غادي تصايب ان شاء الله غادي نبقاو نصايبو لها غير بحال هكايا تقربي ودابا شي شوفوا المتتبعين كيفاش هادي جبتها لهنايا وهادي دوزتها من التحت هانتي اختي وهبطت من راسك هانتي شعر اميمه راه باقي مسكينه عندها الشعيرات الخلف كيقول تبارك الله كيعجبني انا الخلف حتى هنا كيكون في البنات هنا وهنا كيكون زوين سبحان الله العظيم. غادي ان شاء الله غنبقى نمشط ياك ما نعطيك المقام لا لا غادي ندبر راسي براسي يا نشد لك غير صحي هانتوما عندي كيما هو في زمان الله يهلا اما كبرنا ولينا حتى حنا كنمشطو ولينا كنشيشواريو قالك دابا البنت فاش كدير الشرايط ديالها صافي كت بصح كتكفسها والله الا كتكفسها اما فاش كتخلي الوالدين ديالك يتكلفوا لك بشي حاجه والله الا كتكون فيها البركه تكون فيها البركه. وهذاك الشعر اللي دوزنا من تحت اختي هدى غادي نمشطوه ونزيدو نمشطوه وكنجبدو حتى هو بحال هكا هانتي كتجي حتى لهنايا وتدي المقابض فكرتيني انت تيشوف الناس زمان والله يضحك الله والله كيديروا ولا كنصور هادشي احسن حاجه كنتكم انا ما كناش كنعرفوا لا شي شهر لا والو كنديروها وكنديروا الشعر الغد لي كيخرجوا كتخرج عرفتي شعر كله
تبارك الله ما شاء الله كيكون مسرح. وهي الباتشا ديالنا غادي نزيدك اختي نثبتو فين ما شفتو شي بلاصه مرخوفه زيروها. دابا هي غادي ان شاء الله نزيد لها هنايا باش ما يترخفش. نزيد واحد هنايا واللي بغات تنعس بها البنات. اش كنا كنديروا حيت مقبطات كنديروا كنا ملي كنا كنديروها يا ربي كنت كنديرها انا بحال هكا كتصايبها لي ماما ونشد الدره تاكديها هنايا ونبقى نسل 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 دوك المقبطات كاملين ونعكسها صافي كنعس مرتاحه. اما انا نعستو بهذا وغادي يضركم في ريوسكم وحتى فاش كيتحيدوا ما تبقاش ديك الطبعه ديالها. واخا تبقى الطبعه كاع هانيه المهم الشعر يكون كيكون رطب بصح كيكون رطب اختي وغزال. والله الا الناس ديما تهلاو في شعركم وما حاولوا انكم تفاداو هذاك السيشوار وكل شيء كاع اللي كيخرج على الشعر. ها نتوما شوفي اختي ما شاء الله الشعر هنا راه غير الخلف ديالها هذا كيجي الشعر كله داير فهمتي ما شاء الله. الا كان الشعر طويل تعاود تدورون. انا والله الا كان شعري طويل كنضرب الدوره هكا ونعاود نضرب هكا ونلاقيهم الدور انا تبارك الله والله. ديري لنا يا اختي الدريره كعكسات الناس زمان. والله قاسم لا لا قابلين قابله قابلين داك اللي بغى الزير صبع على قيس تخرق له الدنيا. يا روح هانت جي عندي هكا وكنخليوها تثبت في راسنا ليله كامله. عاوتاني بانت لك في نص الليل تنوضي وتقلبيها تقدي تقلبيها هي هذيك ما بالكش خليها احسن حاجه تقلبوها البنات باش الجهه اللي تجي تعاود تسرح الجهه. ولي عندها السوشوار تقدر تنشفها غير هكا ديريها بحال هكا وكان شعرك بازق وصوتي عليها بالسوشوار فوق الدره. والله الا كتطلع البنات خطيره خطيره زوينة بزاف. نتمنى هادشي ان شاء الله ديال زمان يكون عليه وما تسمحوش في التقاليد ديال الامهات ديالنا نحاول نحيوهم وما نساوهمش. يعني داكشي اللي خلاو لينا راه ما عنده حتى شي ثمن ما يتقدرش حتى شي ثمن. خليكم ان شاء الله تختموا لا فيديو مع ياسين وشربوا الحريره كاملين ان شاء الله يا ربي. هانتوما كي تشوفوا معنا الحريره ضميه من هي وجدات صراحه آه على دوزنا هاد العشيه مع الوالده من بعد والحار ياسين حتى هو معنا اميمه الحريره بالحار عمل كلشي على المدبين وطعم بالحار. والله الا الحريره بالحار طعم بالحار كلشي بالحار حنا تبعناها اييه لا لا ودا مرحبا بك كبيره في الدار. يلا زيد نمشيو زيد نمشيو نجمعوا شويه الله يخليه لينا صراحه الا مابقاش هو في الدار ما نكذبش عليك صراحه ما الله يخلينا با محمد سيبي الله يخلينا امين دعواتكم الله يبارككم مع السلامه الفيديو ان شاء الله ان شاء الله نجيبوا فيه حليب وضن يلا صافي يلا دير شي